قصة جميلة دائما نرددها، تتحدث عن امرأة مسنة عندها جرتين تذهب كل يوم إلى عين ماء تملأ الماء وتعود مرة ثانية. واحد من هذول الجرتين كان مشروخ، لما توصل إلى البيت بكون مملوء نصه فقط. هذا الإناء كان حزين ويقول للسيدة المسنة: الإناء الثاني أفضل مني، أنا ما بوصل على البيت إلا وقد فرغ نصف الماء من الإناء. وتقول المرأة المسنة: تعال وانظر. فإذا بالطريق من العين الماء إلى البيت في الجانب الأيمن من الطريق مليء بالزهور. بتقول له: أنت لأنك مشروخ كنت تسقي الطريق بالماء العذب، ونتيجة ذلك ظهرت هذه الزهور زينت فيها بيتي وبيت أقاربي. اليوم في شرخ في حياتك أو في شخصيتك أو في أدائك أو في عملك. أريد أن أقول لك شيء، صحيح أنك تسعى للتغيير، بس أحيانا نقاط الضعف اللي فينا هي أجمل ما فينا. أريدك اليوم تتقبل عيوبك كما هي. من قال أن العظماء كانوا كاملين؟ كل الناس العظماء كان في عندهم عيوب، يمكن بعضهم كان عندهم مشكلة في الكسل أو في البخل أو في الحركة أو في النشاط أو في الذكاء أو حتى في النظر الخارجي. أريدك اليوم أنك تسعى لكي تطور نفسك، لكن أريدك أن تتقبل نفسك وتنظر نفسك بعين الحب والتقدير والاحترام. لا تنظر نفسك نظرة تصغير، لا تمارس مع نفسك سياسة تأنيب الذات أو جلد الذات أو تصغير نفسك. انظر لنفسك نظرة محبة وتقدير واحترام واسعى إلى أن تطور نفسك. بعض الأحيان نقاط الضعف اللي فيك هي أجمل ما فيك.